مجموعة من الناس كانوا على ظهر جزيرة من الجزر. نعم. لكن ليس لهم أمير يأتمرون بأمره ولا ينتهون عند نهيه فيكون للخير دليلا وللسعادة سبيلا. كثرت بينهم الفتن والمحن والإحن، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فاتفقوا أن يختاروا من بينهم أمير يظل في الإمرة 5 سنوات، ثم إذا انتهت وأكل آخرها أولها يأخذونه في قرقور في قارب صغير، ثم ينقلونه إلى جزيرة ثانية. هذه الجزيرة الثانية لا يعلم فيها لا حاله ولا مآله. الجزيرة الثانية مشهورة معروفة موصوفة بكثرة ما فيها من أفات ومهلكات. نعم. فالداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. نعم. وجاء الأمير الأول وظل في الإمرة 5 سنوات، لكنها تلاشت من بين يديه، ذهبت سريعا، الأيام الأعوام تمضي سريعا من بين أيدينا. وجاء الوقت المحدود، ساعة الصفر، اللحظة الحاسمة، انتهت 5 سنوات، لا بد أن ينقل إلى الجزيرة الثانية. أخذوه حملوه في قرقور، ذهبوا به إلى الجزيرة الثانية لا يعلم فيها لا حاله ولا مآله. وجاء أمير ثاني وظل عليهم 5 سنوات، وهكذا أكل آخرها أولها، تلاشت سريعا من بين يديه. سبحان. وجاءت ساعة الصفر ولا بد أن ينقل الجزيرة الثانية. نعم. وهاب الناس هذا الأمر، يقول أحدهم لنفسه: أجزاء تمتعي بالإمرة 5 سنوات، أنقل إلى تلك الجزيرة الثانية الموصوفة بكثرة ما فيها من أفات ومهلكات، أترك أهلي ومالي وعيالي؟ فهاب الناس وتركوا الولاية، أصبحوا يخشون من هذه الإمرة، تركوا الولاية، فعادت الغواية. سبحان الله. عادت الفتنة والمحنة بينهم من جديد. فمر عليهم رجل عليه سماء الصلاح، قد دل المظهر على المخبر، فعرضوا عليه قضيتهم وأخبروه بحالهم، فقال: أنا لها بإذن الله عز وجل، أروني من أنفسكم خيرا. وظل أمير عليهم 5 سنوات، ما رأوا كمثلها في عدلها وفضلها وبركتها. وانتهت، تلاشت الأيام والأعوام، ذهبت سريعا، وجاءت اللحظة الحاسمة، ساعة الصفر، الانتقال من تلك الجزيرة إلى الجزيرة الثانية. وكان الناس في الحقيقة في حزن عميق، أصابهم الكمد والنكد والألم والحزن والكآبة على فراق هذا الأمير الذي ما رأوا كمثله. نعم. لكن غريب والعجيب، هم يبكون وهو يضحك في سرور وحبور. فقال له: عجبنا منك، نحن قلوبنا أمضها المرض وآلمها البعد وأحزنها الفراق، وأنت تضحك في سرور وحبور؟ قال: نعم، أما إني علمت أني لابد أن أنقل تلك الجزيرة الثانية، فأعددت العدة وجهزت الزاد. في السنة الأولى أرسلت جزءا من عبيدي وغلمان من غلماني إلى تلك الجزيرة الثانية، فقتلوا ما فيها من سباع وضباع. وأرسلت في السنة الثانية جزءا من عبيدي وغلمان من غلماني، فأفنوا ما فيها من أفات ومهلكات ومؤذيات. ثم في السنة الثالثة أرسلت جزءا من عبيدي وغلمان من غلماني إلى تلك الجزيرة، فأعدوا لي فيها القصور والدور. وفي السنة الرابعة أرسلت جزءا من عبيدي وغلمان من غلماني، فأعدوا لي فيها المطايب والمشارب والمراكب. وها أنا أنتقل، لا كمن سبقني ينتقلون من العمار إلى الخراب، أنا أنتقل من العمار إلى العمار. سبحان الله. هكذا مثلنا في هذه الحياة الدنيا. على الدين تجري تخط المسار، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الضياء.